الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. في مشهد من مشاهد يوم القيامة يبين الله سبحانه وتعالى من أحوال الناس ومن أحوال أهل الضلال المنحرفون عن الصراط المستقيم، فقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. في ذلك اليوم يذهل الناس عن بعضهم وتتقطع كل ما يربطهم في الدنيا من الأنساب ومن الصداقة، فلا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تنفع تلك الأنساب شيء لما يرونه من أهوال يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم الذي تتغير فيه الأحوال فتكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم وتوقد في البحار النار، والناس في قلق شديد وفي خوف شديد من عذاب الله جل وعلا ومن غضب الله جل وعلا، قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ينفع الإنسان في ذلك اليوم العمل الصالح، لا ينفع غير ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتيني الناس بأعمالهم، وقال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما في صحيح مسلم. وقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لذلك الإنسان يأتي ويستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح. وفي هذه الآية إثبات الميزان، وهو ميزان حسي، وأهل السنة يؤمنون بذلك خلافا لأهل البدع، والأدلة على ثبوت الميزان كثيرة، وهذا كما قلنا من منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الطحاوي في عقيدته: ونؤمن بالميزان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في إثبات الميزان لله جل وعلا. وأهل الإلحاد ينكرون هذه الأمور الثابتة من الغيبيات لظنهم أنها لا تتناسب مع عقولهم، كما ينكرون عذاب القبر والميزان وغير ذلك، وهذا من الضلال، والعقل لا يتناقض مع الوحي، وهذا من ضلالهم ومن الإلحاد والكفر بالله جل وعلا. فبين الله سبحانه وتعالى، قال عن أهل الضلال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. والتكذيب قال ابن القيم: اعتقاد كذب الرسل، والذي يكذب شيء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافر باتفاق العلماء، كما قال القاضي عياض و بين هذا المعنى.
ومن الأمور التي كذبها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام مسائل كثيرة تتعلق بالعقيدة، كذبوا أن يكون هذا ما أراد الله جل وعلا وهذا كفر، كما يعتقد كثير من الناس أن غير الله يعلم الغيب ونسبوا ذلك إلى دين الإسلام تحت دعوى أن هذه كرامة للولي. وهنا قاعدة تعلم أن كل أن الكرامة لا تكون بادعاء ما يختص بالله جل وعلا، ما في كرامة تقول أنا بملك حق الله سبحانه وتعالى، أنا الله، يقول لك الله هذه كرامة لي أني أكون كالله، ما في كلام زي ذا، كفر بالله جل وعلا. والكرامة ثابتة لكن لا تخالف الكتابة والسنة. فعلم الغيب الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يجيك واحد يقول لك منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب ظاهر وباطن، وهذا كفر بآيات الله. انت خاشي في الآية دي إذا ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى واعتقدت أن الغيب يعلمه الله جل وعلا وحده، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالغيب يعلمه الله جل وعلا. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية، وقالت لا يعلم ما في غد إلا الله وغير ذلك. ثم بعض أهل الضلال من السحرة عندهم شيء من الغيب النسبي لما تخبرهم به الشياطين. واحد ساحر دول مما جي كده ودي من علامة السحرة إنه بوريك شيء مما يغيب عنك وده من أفعال الشياطين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في الأمر في السماء ضربت الملائكة خضعانا لقوله ينفذهم ذلك ثم يلقي الأمر، قال ثم تصعد الجن إلى السماء فيسمعون من كلام الملائكة ويلقون به إلى لسان الساحر أو الكاهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري الجن يصعد إلى السماء ليسمعوا من خبر الله جل وعلا الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى الملائكة فيلقونه إلى لسان الساحر. الساحر ده هو اللي بيوريك يقول لك والله أول ما تجي وتقول لي مرحب بك يا فلان وهو ساحر، أخبرته الجن بهذا الأمر. الزول طوال هنا ما يصدق يقول لك والله يا أبو الشيخ ده ولي كبير وزول ساحر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساحر يتعامل مع الشياطين ويتقرب إليهم بالعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فده ليس من أهل الإسلام، هذا الساحر الذي يتعامل مع الجن ويتقرب إليهم ويظن كثير من الناس أنهم من أولياء الله جل وعلا، فهذا من التكذيب لآيات الله، ادعاء أن غير الله يعلم الغيب. ومن ذلك ادعاء أن غير الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، والله جل وعلا يخبر أنه هو الذي يحيي الموتى في كتابه جل وعلا وحده، كما أخبر في سورة البقرة عن في قصة البقرة أن الله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فإحياء الموتى من آيات الله الدالة عليه، فإذا كان غير الله يحيي الموتى ويملك ذلك إما آية لله سبحانه وتعالى، لأن تدل على ذلك الرجل أيضا الذي يحيي الموتى مع الله جل وعلا.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة عن الدجال الأكبر مجرم وكافر كبير بين عينيه مكتوب كافر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الرجل فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن أني ربك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام النبي، فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وأمه فيقر له بذلك، فيؤمن ذلك الرجل بذلك الدجال. فكل هذا الأمر هو تمثيل من الشيطان، الشيطان يتمثل في صورة الإنسان الذي تعرفه أنت. فكثير من أهل الضلال ينخدع بهؤلاء الناس، يقول لك يا سلام والله يا أخي ده من كراماته إنه بيحيي الموتى ذاته، ده والله يطلع علي أبوه ذاته، يا زول ده شيطان ده ما أبوك. فما الحاصل؟ ما يخدعك هذا المجرم، وده كله من الشرك والضلال ومن الفتنة التي يعني من اتبعها وترك الكتاب والسنة خسر وكان من أهل النار، وده شرك بالله جل وعلا. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن التكذيب بآيات الله جل وعلا صرف شيء من العبادة لغير الله، وده حاصل الليلة. يقول لك تنادي الأولياء ديل مع الله سبحانه وتعالى وتقول لهم نظرة مدد، ده من الدين زي ما بيقولوا الصوفية الليلة، محمد المنتصر اللي ذيرك البرعي الكباشي، وده شرك. كلام ده بيخالف القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله قال لك إن النفع بيده والضر بيده وغيره لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ونهاك أن تدعو غيره أو أن تسأل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وبين ضعف هذه الآلهة، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فغير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، زي الجماعة الليلة منو البرعي جاءت حصوة مشى مصر ونادى الأولياء مع الله يا أبو التاية زيلوا الحصايا وامرات كلاية، وده الجيل ذا قبل فترة مشى مصر وماد أراح الله منه البلاد والعباد، والياقوت مشى وين؟ وبيقولوا إنه يتصرف في الكون، المرض ده عاجبون يعني ولا شنو؟ وده من الضلال يا أخي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ناس في غاية الضعف ما يخدعوك، وده عبارة عن مجموعة من المجرمين ومن أتباع الشياطين. الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه ضعف هؤلاء. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالذباب ما هذا المخلوق الضعيف الصغير ما يخلقه ولا يملكون فيه شيئا، بل كل هذا من الافتراء والزعم الباطل منهم، وهذا من الشرك الذي ما كان عليه أهل الشرك الأوائل، لأنهم كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون، ولكنهم يصرفون العبادات مع الله جل وعلا. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد. أقدم المتحدث.